السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب ملهم جد الله من الصف الرابع 4 بإشراف أستاذ الفاضل هيثم الصوالي. حتى لا تضيع المروءة، يروى أن فارسا من العرب اجتاز بادية اشتد فيها القيظ حتى صارت رمالها مثل الجمر، فلقي في طريقه رجلا يمشي حافيا، ثقله الفارس فنزل ودعاه إلى الركوب على جواده، لكن هذا الماشي كان لصا من لصوص الخيل، فما أن تمكن من ظهر الجواد حتى عدا به، فناداه صاحب الجواد: لقد وهبتك الجواد ولن أسأل عنه بعد اليوم، ولكني أطلب إليك أن تكتم هذا الأمر كي لا ينتشر بين قبائل العرب، فلا يغيث القوي الضعيف ولا يرق الراكب للماشي فتجول المروءة. فلما سمع اللص كلامه تملكه الحياء وعاد الجواد إليه، ولم يرضى أن يكون سببا في ضياع المروءة بين الناس. وشكراً.